من نسمته من بردة من بردة. مر بي مر بي مر بي واعدا وعدا مثل من نسمته من بردة من بردة. من بردة من بردة تحمد العمر تبدد تحمد العمر تبدد ما أطيبه ما أطيبه بدلا. لجميع مشاهدي الإخبارية السورية من وين ما كنتوا عم تحضرونا بحلقة جديدة من صباحنا غير، مجموعة من المواضيع المتنوعة ومن مختلف المجالات وأيضا ضيوفنا من اختصاصات متنوعة. قبل ما نبدأ بالفقرات نتمنى لكم نهار بيحمل كل الخير والبركة وتيسير الأمور، وتحيتنا دائما بنوجهها لأبطال الجيش العربي السوري المنتشر على كامل المساحة الجغرافية السورية يلي عم بيحققوا انتصارات عم تتسجل بصفحات من الزمن. صباحكم نصر، واكيد بدي صبح على زينة. يسعد صباحك. يسعد صباحك سلمى، وصباح كل مين عم بيتابعنا اليوم تمام التاسعة دائما من حلقات صباحنا غير. عم نطلع عليكم من شامة الدنيا، عاصمة الياسمين اللي عم تنبض بالحياة بكل زاوية من زواياها. كل يوم عم نكون معنا مجموعة من العناوين المختلفة، وعم نكون من سوريا والعالم عناوين كتيرة بالإضافة لضيوفنا المتنوعين. قبل ما نبدأ بأولى فقرات اليوم نوجه تحيتنا لرجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب ويكون النصر رفيق دربكم. فاصل ونبدأ فقرات اليوم. زينا مثل العادة رح نبدأ جولتنا الصباحية بباقة من الأخبار الطريفة والغريبة من سوريا والعالم، البداية من لبنان وتحديدا من بلدة رمالة الجنوبية اللي بتسعى لتحطيم الرقم القياسي لأطول فطيرة منقوشة بالعالم بطول 44 متر متجاوزة الرقم السابق لأطول منقوشة بطول 32 متر. وكان في أعداد كتير كبيرة من الناس ليشوفوا المشاركين بعمل المنقوشة، هن عم يعملوا وبيخبروا
يحجزوها، وقسموا أنفسهم لعدد فرق عملت على مدار أكثر من أسبوع لإعداد 150 جرام كيلوغرام من العجين ومزج 12 كيلوغرام من الزعتر وزيت الزيتون. خلونا نتابع أجواء التحدي بالمادة التالية. نحن مستوفين كل الشروط، يعني نحن طلعنا نحن بعتنا طلبنا وبعتونا هن شو الشروط المطلوبه، وبالمبدا باذن الله اكيد رح يكون رح نفوت على جينيس ونس نكسر الرقم القياسي اللي كان من حوالي ثلاث سنين 32 متر 43 متر فاصل 92 سنتي، يعني بنكون تفوقنا على المنقوشه السابقه باكثر من 10 امتار طول. يعني سلمى، تحدي جينيس دائما عم نشوفه بلبنان الشقيق، وكان بهديك السنة كمان في تحدي لأكبر صحن تبولة بالجنوب اللبناني، وهلأ بأكبر فطيرة أو منقوشة زعتر مثل ما منقول. فيعني كتير في أفكار للأكلات اللبنانية لتشجيعها كمان. أكيد، ودائما هدول التحديات اللي بتكون هيك من الأكلات الشعبية بيكون لها ميزة إنه بتعمل جو، بتجمع الناس، بترجعك هيك لتحسي بقيمة يمكن كل أكلة من أكلات الأماكن اللي بتشتهر فيها. وجعنا ما جعنا؟ أي والله جعنا. واللي حروح لها خبرنا التالي من عالم المغامرة والاستكشاف الفضائي، وبمناسبة مرور 49 عام على تسجيل أول هبوط بشري على سطح القمر، اختير الشاب المصري عمر سمرة ليكون ضمن فريق سبكترا، وهو فريق يتألف من 5 من ممثلين الرواد الفضاء. أجروا 40 مشروع بحثي على مدى أسبوعين بعزلة تامة. تهدف المهمة سلمى لمحاكاة التواجد على سطح القمر، وبتركز الدراسة على التغيرات اللي عم تطرأ على الإنسان لما بيعيش بالفضاء، وتقديم نظرة ثاقبة للسمات البشرية الضرورية لاستيطان القمر مستقبلا. وأجريت التجربة بمركز أبحاث بمنطقة بيلا ببولون بشهر تموز. خلونا نتابع المادة التالية عن تجربة المغامر المصري عمر سمرة بعد عودته من مهمة المحاكاة الفضائية. عندي مسؤوليات مختلفة، على رأسها كانت ان انا مسؤول عن الجدول بتاع المهمة كلها. احنا كنا موجودين هناك لمدة 15 يوم، ال 15 يوم دول احنا في عزلة تامة عن الشمس، بناكل اكل كله مجفف، فما فيش اكل، ما فيش خضار، ما فيش فاكهة، ما فيش حاجة يعني غير لو كانت مجففة. كل حاجة في البيئة نفسها بتتقاس، الرطوبة، درجة الحرارة، كل الحاجات دي. بناخد قرايات على الأقل يومين مرتين أو ثلاثة في اليوم عن ضغط الجسم بتاعك، درجة الحرارة، وزنك، كل الكلام ده، فبنقدر إن احنا يبقى عندنا شكل كامل عن الناس
بتتصرف يعني جسمها بيحصل فيه ايه التغيرات اللي بتحصل وهو في المناخ ده. أكيد يعني مو مستغرب بعدين نروح رحلات على القمر بما أنه في تجارب حقيقية على أرض الواقع لفعلا استيطان سطح القمر. يعني سلمى صرنا بعصر عن جد صار الفضاء متاح حتى للبشر عن جد. وآخر شيء سمعنا من فترة كمان عن رحلة عم تتنظم، صح يمكن مكلفة وأرقام شوي كبيرة بس أنه ممكن فعلا بعد فترة يصير في رحل لكل الناس للقمر، ويمكن كانوا عم يدرسوا كمان المريخ إذا بيقدر الإنسان يطلع عليه أو لا. أكيد سلمى. بعد هذا الخبر اللي حروح لخبرنا الأخير من عالم الصحة والدراسات الطبية الحديثة، اللي تمكن علماء من جامعة كيوتو اليابانية من الحصول على صفائح دموية اصطناعية لمريض من خلايا دمه، وبينت الاختبارات توافقه الحيوي العالي مع جسده، حيث تم الحصول على الخلايا الجذعية الاصطناعية التي تعتبر الاي بي اس الاساس بزراعة اي نوع من خلايا جسم البشري من كريات الدم البيضاء. وحصل العلماء من هالخلايا على خلايا نواة، اكبر خلايا نخاع العظم المسؤولة عن إنتاج الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم. بعد التأكد من سلامة نقل الدم مع الصفائح الاصطناعية، قرر العلماء اليابانيون اختبارها سريريا على إنسان وهم بانتظار متطوع ليخضع له الاختبار. يعني زينب بعد جولتنا على الأخبار المنوعة حنروح لكل يوم وحدث جديد بيتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمة ممكن تشكل فاصلة تحول بحياتنا. شو هي أبرز هاي الأحداث يلي تركت بصمتها بمثل هاليوم؟ خلونا نتابع سوا. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1883 بركان كراكاراتوا يبدأ ثورانه الأخير الذي خلف 163 قرية. وفي عام 1920 التعديل 19 للدستور الأمريكي والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة. وفي عام 1953 اندلاع ثورة في مراكش ضد الاحتلال الفرنسي. وفي مثل هذا اليوم من عام 1957 الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجاربه بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1743 أنطوان لافوازي عالم كيمياء فرنسي. وفي عام 1910 الأم تريزا راهبة وممرضة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام في عام 1979. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1987 جورج فيتينغ عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1979. وفي عام 1997 فهد بلان مغني سوري. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. وعشرين آب تاريخ سجل عبر السن يوم لولادة أو وفاة عدد كبير من الشخصيات اللي كان لها بصمتها بمختلف المجالات سواء فكريا أو علميا. مين شخصيتنا لليوم؟ خلونا نتابع مع بعض. قصيدة الطير وأسود الضواري وقلبي طير مقصوص الجوانح تصيد رموش عينين
حوار يا 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 أنا صهيون. ببصمة صوته الرجولي وخامته المنفردة استطاع أن يحفر اسمه في ذاكرة الأجيال جيلاً بعد جيل. من قلبي وعليا بلغوا هالتحية، وأني لجعل حياتي للحبايب ضحية، وأني لجعل حياتي للحبايب ضحية من قلبي وعليا. فهد بلان ابن مدينة السويداء ولد في عام 1933، اشترك في مسابقة فنية وأدى أغنية الفنان الكبير فريد الأطرش لأغنية تطلع يا قمر بالليل ونجح بشكل كبير. بعد ذلك في دمشق تقدم إلى الإذاعة السورية وعمل في كورس الإذاعة إلى حين كانت أغنيته الأولى آيا جليبي. تعرف على الملحن والأب الموسيقي الحقيقي للظاهرة الفنية بالأغنية العربية والسورية عبد الفتاح سكر، الذي لحن له مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل واشرح لها، جص الطبيب، لركب حدك يا الموتور، تحت التفاحة، يا عيني لا تدمعي، هل أكحل العين، يا سلمى، ويا سحر العينين. يعتبر هو وراء نجومية المطرب فهد بلان الذي أصبح أحد المطربين المميزين في سوريا، وقدم في الإذاعة السورية الكثير من الأغاني. القمح الأصفر لمعبي البهدر، القمح الأصفر لمعبي البهدر، لولا من جهودي لولا من جهودي ما كان بيكتر. فهد بلان لم يتوقف عند الغناء فقط، بل أصبح ممثلا مشهورا في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل ليالي الشرق، حبيبة الكل، وأفراح الشباب. أما المسلسلات فكان أبرزها أنا أنت وعجيب أفندي. وبذلك كان الفنان فهد بلان أحد المطربين العشر الأوائل في العالم العربي. لقيته بقلبي قل يا ضي عني، ما حدا سمعني وشبل بالله أنا وهي. غادر عالمنا جسدا في 26 من آب من عام 1997، ليبقى حاضراً إبداعاً وفناً في ذاكرة كل عربي سمعه من جيل لجيل آخر. سلمى يا 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 سلمى. زينب، وصلنا لمحطتنا الأولى لليوم بمساحتنا الطبية. رح نتوقف عند مشكلة صحية بتخص السيدات، وهو ما يسمى بتليف الرحم، التي لا تزال أسباب حدوثه غير معروفة بشكل دقيق حتى الآن. واليوم رح نحكي ونوجه مؤشر الحديث عن تليف الرحم، خاصة أنه دراسات طبية عديدة توصلت أنه أكثر النساء عرضة لتليف الرحم هو بعد سن 40. لنتعرف أكثر عن أعراض تليف الرحم ونوعيتها، كيفية العلاج، أساليب الوقاية من تليف الرحم. بيسعدنا نرحب بالدكتور شادي خلوف، أخصائي أمراض نسائية ومعالجة عقم. سعد صباحك. سعد صباحك. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك دكتور. سعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف أكثر من حضرتك عن تليف الرحم، أعراضه وأسباب حدوثه. هلا تليف الرحم مشكلة صارت شائعة كتير، ومن الأصل هي شائعة. ميزته وسيئته بنفس الوقت انه هو ممكن يكون صامت تماما، وبالتالي ممكن ما يكون له اي عرض، ولذلك للاسف احيانا انه بنكتشفه باحجام
كثير كبيرة. لما بوصل الأحجام عم نحكي عن 20 سنتي أحيانا، ورم ليفي وزنه 5 كيلو بيكون، لأنه ما عطى ولا عرض قبل، واكتشف حتى بيكون عرضا بإيكو بطن عادي لسبب آخر غير نسائي. وبالتالي بما أنه المشكلة شائعة، فنحن ولو عم نحكي منرد منكرر دائما الحكي عنه، لنضل نضوي على هي القصة اللي هي عم تولد كتير عند سواء بنات أو سيدات متزوجات كبار أو صغار حتى بالعمر. الورم اللي في الحقيقة هو تبدل بنوعية الخلية، الخلية العضلية للرحم أو الخلية الرحمية اللي هي بالأصل خلية عضلية ممكن بيطرا عليها تكاثر. طبعا أهم نقطة بنحكي فيها أنه هو شيء سليم تماما، نحن بنسميه بالعامي الورم الليفي، بس هو سليم تماما، ما له أي علاقة بالورم اللي نحن بنفكر فيه سرطان. بالعادة شيء سرطاني أو شيء خبيث، هو خلية سليمة 100% وليس لها أي تحول خبيث في أي وقت من الأوقات. وهذا اللي بيخلي بعض سيداتي يطنشوها أحيانا، أنه طالما هي سليمة خلينا نطنشها قد ما فينا. فهالتحول هذا وهالتكاثر الخلوي غير الطبيعي والعنيف احيانا بيؤدي لتجمع هاي الخلايا العضليه المتحوله لخلايا ليفيه لتعمل لنا ورم ليفي باحجام من سنتي حتى اكثر حجم ممكن يتخيله عقلنا، مثل ما قلت لك 20 و40 و50 سنتي احيانا، يعني بيوصل لتقريبا قد حجم رحم حامل بطفل عمره 7 او 8 او 9 شهور حتى. فلذلك هاي النقطه كثير مهمه ولازم ننتبه للمراقبة لحتى نحن نقدر نكشفه بسرعة. نعم دكتور، طب خلينا نحكي على شو أعراضه، شو بتحس الأنثى وهل حجمه بيختلف يعني بمكان الرحم، موقعه وحجمه بيختلف؟ هلأ نحن مثل ما قلت أنه سيئته أنه يمكن هي ميزة، بس هي سيئة لأنه ما بتخلينا نكتشفه، أنه ممكن يكون صامت تماما بلا أي أعراض إلا لما بيوصل لأحجام كبيرة، وبالتالي ممكن يصير ضاغط على أعضاء أخرى فبيعطينا أعراض، أو قريب على بطانة الرحم فبتبلش الدورة تصير غزيرة أكتر، وهون السيدة أو الصبية ممكن تنتبه أنه أنا ليش عم تصير عندي دورة غزيرة. الموقع مثل ما تفضلت كتير مهم، وين هو موجود ساعتها ممكن يرتبط بالأعراض، يعني هو موجود أكتر على بطانة الرحم فنحن عم نحكي عن دورة غزيرة، موجود أكتر على مصلية الرحم وبالتالي بلا أعراض، كبير ممكن يضغط على الأمعاء أو المثانة فهون كمان ممكن يعملنا أعراض العلاقة بالإدرار بتعدد البيلات، ممكن يعمل أعراض مثل النفخة، يعني إحنا في سيدات راحوا عند أطباء هضمية بأعراض نفخة وإزعاج وتقل، واكتشف إنه الموضوع هو فقط هو ورم ليفي كبير الحجم، السيدة ما أنا انتبهت له أبدا. فالأعراض الحقيقة هي تتبع لحجمه ومكانه، وممكن يكون ولا شيء ولا أي عرض، وممكن يكون أعراض صارخة جدا، وللأسف لما بيكون الأعراض صارخة يعني إحنا قد نضطر لاستئصال الرحم مع الورم الليفي. مشان هيك نحن ولو عم نحكي عن شيء سليم تماما ولكنه هو شيء ممكن يبلع الرحم لما بيوصل لأحجام كبيرة. طيب دكتور، خلينا نحكي على ناحية العمر وتشكل الورم الليفي، في كتير دراسات ربطت بين الورم الليفي والعمر، هل هذا الشيء مظبوط في عمر معين؟ هل هو في شيء بنحكى فيه عن أنه نحن كل ما تقدم بالعمر أكثر فهذا مؤهب أكثر، ولكن بالحقيقة نحن من خلال ممارستنا اليومية لا، في صبايا بالعشرينات وبالثلاثينات وبالأربعينات عم يكون عندهم الورم الليفي موجود، في سيدات وفي صبايا، يعني هو الحقيقة شامل لكل الشرائح. بس الملاحظة المهمة أنه في عائلات بتلاقي كل، يعني أنا عندي مرضى مثلا الأخوات الثلاثة والأم والخالة وبنت الخالة كلهم عانوا من أورام اللي فيه واضطروا أنه يعملوا عمليات جراحية يعني. وبالتالي الموضوع العائلي يبدو بيلعب دور أنه هدول الناس مهيئين، حتى كيسات المبيض هي موضوع عائلي، حتى كيسات وألياف السدي وأورام السدي الخبيثة كمان عائلية، لأنه الآلية بالأساس هي زيادة إستروجين. فالعائلات أو السيدات اللي عندهم أو يشتركوا بهي المشكلة اللي هي فرط تنبيه الإستروجين، نحن نسميه غير معاكس بالبروجسترون، فهدول مؤهبين لأنه لهذا التحول. هلأ وين بيزبط التحول؟ بالرحم، بالمبيض، بالسدي، بأي خلية رح تكون قابلة لأنها تتطور، هم تصفى القصة. بس هدول العائلات لازم يكونوا منتبهين ويعملوا تشيك دائما، حتى لدرجة أنا برأيي كل 3 إلى 6 شهور، لأنه في عائلات أنا شايفهم تطور كان سريع جدا حقيقة.
طب دكتور، حكينا عن الأعراض والأسباب، بس خلينا نحكي عن كيفية الوقاية من تليف الرحم. هل في إجراءات معينة؟ هلا الوقاية هي بالمراقبة، يعني نحن إذا بدنا نقول بدنا نعمل شيء لحتى ما يطلع الورم الليفي، فنحن هون عم نحكي عن إنه السيدة تضل أو صبية تضل تأخذ شيء من الحمل حتى تضمن إنه ما يطلع ورم ليفي. هلا طبعا إذا هذا صعب أحيانا يتحقق، السيدة الراغبة بالإنجاب ما فيها تاخد حب مانع، وبالتالي بتبقى المراقبة هي كلمة السر تبع القصة. إنه نحن لازم إذا خاصة عندنا استعداد، إذا نحن بعائلات عندها استعداد، حتى اللي ما عندهم استعداد لازم يضلوا يترقبوا، بس فرق نحن مترقب كل ست شهور أو كل ثلاث شهور، ولا بنعمل كل سنة إيكو. الإيكو هو إجراء بسيط جدا موجود بكل عيادات أطباء نسائية ببلدنا، وممكن بسهولة نقدر نكتشف هل في نوية ليفية اللي هي الورم الليفي الصغير، ولا هل نحن في أكثر من هيك، هل هو صار ورم ليفي فعلا، يعني نحكي عن 4 و5 سنتي، مع العلم أنه كل ورم ليفي تحت الخمسة سنتي ممكن علاجه دوائيا، لأكثر بصير بالغالب غير مستفيد على العلاج الدوائي. فلذلك هي النقطة مهمة، ليش عم نقول نحن كل ما كشفناه أبكار ممكن ناخد العلاج بشكل دوائي ما نروح على علاجات جراحية. أكيد. طيب دكتور، يعني حكينا عن عوامل كثيرة، ممكن مثل ما قلت شيء له علاقة بالعمر، شيء له علاقة بالوراثة. خلينا نحكي شوي لما بدنا ندخل بقى بعد اكتشاف الورم الليفي المراحل العلاج، إذا فينا نقول. هلأ نحن مثل ما قلت نحن نبلش أول أغلبية من الأورام الليفية تتعالج دوائيا الحقيقة. حتى الموضوع الدوائي في له يعني في له تصنيف، أو في له عدة مراحل ممكن يمر فيها، وفي عدة أدوية نحن ممكن نستخدمها، من الحبوب منع الحمل لنوصل لإبر تنعطى شهريا هي بتثبط إفراز الهرمون أصلا، وبالتالي ممكن خلينا نقول بالعامة تكشش هذا الورم، تصغر حجمه قدر الإمكان، إما لتذوبه كليا، أو إذا كان الورم خلينا عم نحكي هون نحن نفضل استخدام هذا النوع من العلاج، مثلا سيدة عمرها 30 سنة عنده ورم ليفي كبير حجم، نحن قد نضطر إذا فتنا على جراحة لأنه ما نقدر نحافظ على الرحم، وبالتالي من نحاول نستعمل كل وسائل العلاج الأخرى عسى أنه ما نوصل للجراحة اللي يمكن تكون الحقيقة قاضية على الرحم أو على الحالة الإنجابية عند السيدة. فبصفى هدول الأدوية اللي هن مثل الإبر اللي بتنعطى كل شهر مرة ممكن تنزل حجمه، إما تذوبه أو تنزل حجمه لدرجة أنا أقدر شيله مع الإبقاء على الرحم. من جديد الحقيقة صار في علاج، وهذا مهم أنه نحكي لسيداتنا اللي عم يشوفونا، اللي هو تصميم الورم الليفي. يعني نحن نفوت بالقسطرة اللي هي مثل طريقة مشابهة لطريقة القسطرة القلبية اللي بتنعمل حتى نحن نفوت على الشرايين اللي هي بتغذي الرحم والأورام اللي فيه، حتى نحن نخسرها لهي الشرايين، وبالتالي نقطع التروية عن الأورام اللي فيه. هذا حل حقيقة موجود صار ببلدنا، عم نطبقه، مكلف ولكنه ببعض الحالات بيكون منقذ للحالة الإنجابية عند هي السيدة، وموفر لعمل جراحي كبير. الإجراء بسيط، السيدة خلال يعني دقائق بتكون الإجراء صار مجرى، ممكن تضطر تقعد عدد من الساعات بالمشفى بعد الإجراء، في أدوية لازم تأخذها بعدها، بس نحن إذا كان هالحل قابل للتطبيق عند الحالة أو عند السيدة فهو الحقيقة حل جديد، ولكن صار جديد ببلدنا، هو موجود بالعالم من زمان بس ببلدنا صار جديد موجود، والحقيقة بيقدم خدمة ممتازة لبعض المرضى اللي صعب أنه نفوت نعمل لهم عمليات جراحية أحيانا. فبيصفى التصميم هو شيء حل ممتاز جدا بتقدر تستخدمه السيدة. آخر شيء لما نحن بنعجز عن هدول كلهم بتصفى العمل الجراحي، هو الإجراء الأمثل اللي هو بالغالب طبعا هو إجراء آمن، بالغالب نقدر نشيل الأورام اللي فيها بدون أذية رحمية، إلا ببعض الحالات اللي بيكون صار فيه يعني حالة التصاق شديدة بين الليف والرحم، أو عنا أورام اللي فيها متعددة، يعني بنحكي عن 15 ورم ليفي 13 ورم ليفي، فيعني الرحم هو عبارة عن ألياف والرحم ما عاد بيان، فقد نضطر هون لإجراء استئصال رحمي غير مرغوب فيه ولكنه ضروري للإبقاء على حياة السيدة، يعني لأنه في سيدات أو صبايا بيكونوا عندهم نزيف هائل، فقر دم هائل شديد جدا لدرجة ما بيقدروا يمشوا 10 خطوات
من كتر فقر الدم، وقد ما نقلتي له الدم وقد ما عطيتيه حب حديد ومعالجة، طالما الورم اللي فيه موجود ما رح نستفيد شيء. نعم. طب دكتور خلينا نحكي بس سؤال يعني بخطر على بالي، انه هل انه بيتحول الورم الحميد الليفي لخبيث؟ هل في حالات هيك؟ لا. هل له علاقة في أغذية معينة إلى علاقة بالورم الليفي؟ هل انه له تحول خبيث؟ لا، ولكن في بعض الحالات ممكن يتنخر الورم الليفي. يعني هو بحد ذاته من داخل هالورم يصير في عملية تنخر، وهي العملية حقيقة بصير في ألم شديد جدا عند السيدة ونزف، ونضطر نعمل عملية جراحية إسعافية أحيانا للي بصير عندهم هاي القصة. ولكن تحول الخلية الليفية أو الورم الليفي إلى ورم خبيث هذا غير موجود. هلأ الأغذية إلى دور، كل الأغذية اللي حاولي على إستروجين قد تكون إلى دور، النظام الغذائي اللي بتتبعه هاي السيدة بحياتها إلو دور، البدانة إلى دور كبير، الصويا، إذا رجعنا على الأغذية، الصويا هي موضوع كتير مهم، هي استروجين بحد ذاته، فاللي كتير بيعتمدوا على الصويا بغذائهم ببعض الحالات مفيد، بس اللي عندهم استعداد لأورام ليفية أو أكياس مبيض أو أي شيء من هذا النوع فممكن يكون مؤذي لهم. فلذلك يعني لازم يكون منتبهين لنحن جسمنا شو ممكن، كيف ممكن يتعامل، وشو نحن بيلزمنا وشو لازم نمتنع عنه حتى نحاول نعمل وقاية ذاتية من الورم اللي في حياتنا. طيب دكتور قبل ما نختم حديثنا خلينا نحكي عن شوية نصائح يمكن بتهم كل سيدة وصبية بالنسبة لصحتها، وأيضا حتى يمكن الكشف المبكر ممكن تساهم، وخلينا ممكن تكتشف هذا الشيء وتحله بالأدوية. هلا يعني سؤالك مهم، لأنه نحن دائما بنقول الوقاية إنه لما نصير في مشكلة نروح نستشير الطبيب. الحقيقة هي الوقاية إنه كل سيدة أو صبية يكون في طبيب عنده فايل لها، يكون في ملف لها عند الطبيب بدون ما يكون في مشكلة، بحيث إنه يكون في مراقبات دورية كل 6 شهور أو كل سنة تروح لعند الطبيب لتعمل إيكو لتشوف الجهاز التناسلي كله مبيضين رحم هل هو فيه مشكلة ولا لا، وحتى الثدي من ضمنه لازم يكون في مراقبة دورية له، خاصة عند السيدات اللي عم نحكي فوق 30 سنة لازم يكون في مراقبة دورية له، وخاصة عند العائلات اللي عندهم استعداد. يعني لما بعرف إنه أختي وخالتي وبنت خالتي سك عنده هي مشكلة، لازم انتبه إنه أنا ممكن أكون معرضة أكثر. تمام. وبالتالي لازم يكون أي صبية حتى لو ما عندها مشكلة يكون في طبيب عم يراقب لها حالتها كل بشكل دوري، حتى نحن نتجنب ظهور أي شيء مفاجئ، بس يكون مفاجئ لدرجة أنه ما عاد يكون في مجال للعلاج إلا العلاج الجراحي. فهون الوقاية كتير الشغلة مهمة، أنه نحن يكون في دائما مراقبات دورية بتوفر علينا كتير من المشاكل اللي نتجنبها بعدين أكيد. نعم. يعني كلمة أخيرة كمان بتحب تقولها بخصوص البدانة والنصائح لكل سيدة لتنتبه على صحتها ووزنها وأكلها وأغذيتها، ما أنه حسينا أنه في ارتباط كتير وثيق طبعاً بين هي الأعراض وأيضا صحة المرأة بشكل عام. هلا نحن لما بكون عندنا مشكله بدانه، فالسيدات او الصبايا بفكروا انه البدانه بس هي شيء له علاقه بالشكل، والحقيقه هي البدانه هي مصدر لمشاكل صحيه كثير اكثر ما هي مشكله شكليه بالشكل. وبالتالي لازم نكون مهتمين بانه نضبط موضوع البدانه، خاصه لما يكون عندنا مشاكل. يعني انا لما صبيه وزنها 100 كيلو عم تعاني من اكياس على المبيض والثدي وكتل ثدي والياف بالثدي والياف بالرحم، انا كثير مطلوب انه هي الصبيه تحاول تنزل وزنها قد ما بتقدر، لانه كل ما نزل الوزن اكثر كل ما بيكون هذا الشيء مضبوط اكثر. هلا يمكن نحن ما نمنعه، بس هو بيكون قدره الجسم على الضبط اكثر. نعم. قدرتنا على الضبط الخارجي بالادويه والمعالجات الأخرى غير الجراحية واردة أكثر ومطمئنة أكثر. فلذلك موضوع البدانة ما بس نهتم فيه لأنه هو شكليا، يعني إذا أنا شكلي عاجبني وزني 100 كيلو بس هذا ما بيعني أنه أنا يعني محمية من الآثار الجانبية الأخرى للبدانة اللي هي الآثار الصحية. فلذلك موضوع البدانة موضوع مهم، يا ريت ننتبه قد ما بنقدر عليه، لأنه بحدود معينة بصير مؤذي جدا ومضر جدا لصحة السيدة طبعا. نعم. بالختام بدنا نشكرك دكتور، شكرا لوجودك ولكل النصائح اللي قدمتها. شكرا 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 نهاركم سعيد، شكرا على هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله السلامه لكل اللي كانوا عم شكرا لكم. شكرا شكرا. زينب، محطتنا التالية لليوم عن الخبر الأخير، وهو تنطلق شاشات الإعلام الوطني بحلة جديدة مساء اليوم ببرامج شكل ومضمون. كاميرا صباحنا غير نزلت الشارع وسألت الناس شو بهمة من برامجها الصباحية، خلينا نشوف كيف كانت الآراء.
بشكل عام بدك تفتحي وتشوفي برنامج الصبح، شو بيهمك أكتر شي يكون موجود فيه كبرنامج؟ شو يقدم؟ الصحة، التغذية اللي بتخص أكتر العالم، وثقافية بشكل عام، يعني معلومات ثقافية عامة عن كل شيء. ياخذوا آراء الشباب، شو اللي بيحتاجوه، شو اللي شو اللي دارج بين العالم. بفتح التلفزيون أبداً؟ والله ما بعرف، بس يعني أحياناً بتفرج بيكونوا قاعدين بالشمس أو شيء أو هيك، إنه بتحسي كتير على كتر ما في إضاءة، ما عاد يعني بتحسي للضيف قاعد ومشوب، عرفتي كيف؟ بس بشكل عام شو رأيك بالمحتوى اللي بيقدموه البرامج الصباحية بالمذيعات نفسهم؟ المذيعات غير شكل، والمحتوى كتير يعني حلو لطيف منوع، يعني لا حلو كتير ظريف. هو الحلو فيه موضوع يعني الثقافة العامة، المواضيع اللي عم تنطرح، هذا حلو كتير. واحد ما بقوله على الصبح على فنجان قهوة الصبح، يعني ثقافة عامة حلوة وشغلات خفيفة، مواضيع ما كتير معقدة يعني، بس لابد من انه شوي يعني انه تزيدوا يعني هيك شغلات عن الأسرة أكتر شيء، وخاصة انه بعد هالشي اللي صار بسوريا وهالأزمة اللي صارت، يعني بتحس انه هلأ الأولاد أو يعني صار عندهم أزمة من هذا الشيء. نحن جايين على مدارس، بهمني أنه عم نتحكوا كتير عن طريقة التعليم، هلأ بتعرفي مناهج مختلفة والدوام زاد، فبدنا مشان يعني هالطلاب بتعرفي هلأ. يمكن فقرة تخص مشاكل الطلاب. برنامج صباحي كان في مذيعات صبايا حلوين، بس هذا اللي بتذكره أكتر شيء، بس آسف والله ما كتير بتعبي. أحيانا بيكون في مبالغة بأشكال مذيعات، يعني عفوا باللبس بيكون كتير أوفر، مكياج صباحي ما يكون كتير زيادة. هلأ المذيعات حلوين، كلهم حلوين كتير حلو، يعني كتير حتى المذيعات يعني لبسهم كتير أنيق يعني للبرنامج، بما أنه هو بينعرض بوقت الصبح يعني ما بتحسي أنه كتير مبالغ فيه. البرنامج حلو لأنه في فقرات كتير متنوعة وغنية، يعني بيستحق أنه الواحد يشوفه ويتابعه، والمذيعات لطيفات كتير وظريفين، بس يخففوا شوي ميك اب. لازم يكون في كمان فقرات متنوعه عن وضع الشعب ووقت الشباب، يعني ما في كتير فقرات بهذا النوع يعني. وكمان موضوع المكياج كتير بيكون قوي احيانا، يعني ما بتحسي انه هذا مكياج ملائم لبرنامج صباحي او شيء. كل المستوى العام فوق جيد جدا، يعني جيد جدا وما فوق، يعني حتى البنات اللي عم بيطلعوا او المذيعين عموما يعني ثقافتهم جيده مقبوله، عم بيعرفوا يناقشوا، بيعرفوا يطرحوا المواضيع. الصبايا كتير ظراف حلوين، هي اهم شيء، كلهم حلوين. هلا هادف مو دائما يعني حسب، انه في فقرات حلوه وفي لا. شو رايك انت بشكل عام؟ بالعكس صايرين كتير شباب لك، والبرامج كلها عم تكون شبابيه، اللي في شبابي وفي للكبار وفي ما بعرف، كتير صاير الجو حلو يعني على التلفزيون. مستنين احنا يوم الاحد، قلت في برامج جديده في كذا، ان شاء الله بيكون الاحسن ان شاء الله. يعني سلمى، اعتبارا من مساء اليوم الساعة 7:30 رح يتم انطلاق دورة البرامجية الجديدة لبرامج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإخبارية السورية، رح تكون بحلة ورؤية بصرية جديدة. احنا ان شاء الله نكون عند حسن ظن كل المشاهدين، وبنتمنى دائما مثل ما عودناهم دائما نكون عين على الواقع. اكيد زينب، وان شاء الله كمان كل اللي الملاحظات اللي طلبوها او حتى الاشياء اللي حكوا عنها بالاستطلاع وبغيرها من الاستطلاعات تكون موجودة، ونكون قد المسؤولية دائما. أكيد سلمى. هلأ رح صار الوقت لنروح بجولة على أبرز الأخبار الثقافية. البداية حتكون من دمشق التي تكتنز أزقتها وحاراتها بالعديد من الأبنية الأثرية التي يعود تاريخها إلى ما يزيد عن قرن من الزمان، حيث تم استئناف أعمال تجديد وترميم بعض البيوت على أيدي خبراء محليين بعد توقف دام سنوات بسبب الحرب. وتتركز أعمال الترميم حاليا على 3 من أشهر المنازل التاريخية في الحي القديم، وهي بيت نظام وبيت القوات وبيت السباعي، وتقوم على تنفيذ مشروع الترميم شبكة أغا خان للتنمية. خلونا نتابع أجواء الترميم بالمادة التالية.
بالمشروع هذا كان اللي بشدني أكثر أنا ما بعرف البيوت قبل. المشاريع هو لابد أن يكون تنفيذه بموجب أرفع المعايير العالمية، وليكون هذا الشيء محقق لابد من أن يكون في عندك خبرة معرفية بتجي من خبراء عالميين بدهم يكونوا موجودين. للأسف هدول حرمنا منه خلال فترة الأزمة لأسباب كثيرة. قدمت فرقة باليه قسنطين تاشكين من بطرسبورغ وضمن جولتها الأوروبية أولى حفلاتها على مسرح الكولوسيوم العريق في لندن بعرض باليه بحيرة البجع الذي يعرفه وأحبه جمهور واسع بجميع أنحاء العالم لتمسكه الصارم بتقاليد الباليه الروسي العريقة وحرصه على جمع التفاصيل التقليدية لهذا الفن بما في ذلك عناصر الديكور والإضاءة والأزياء وأيضا المستوى المبهر لأداء الراقصين من أجواء عرض بحيرة البجع. هنتابع المادة التالية. سلمى، تحت شعار نحو رياضة صيدلانية متميزة اختارته نقابة صيادلة سوريا للارتقاء بالواقع الدوائي والصيدلاني بسوريا. للإضاءة على هالموضوع معنا الدكتور إيهاب الجندي نائب مدير تطوير شركة دولية والدكتور طلال عجلاني أمير سر نقابة صيادلة سوريا. أهلا وسهلا فيكم، سعد صباحكم. صباح الخير. بالبداية معك دكتور طلال، وخلينا نحكي عن مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها مؤخرا. تمام. مذكرة التفاهم هي عبارة عن تنسيق وتعاون بين الشركة يونيفارما للصناعات الدوائية، شكل علمي الصناعات الدوائية، وبين نقابة صيادلة سوريا، لح يتم في فروع النقابة كلها بالمحافظات عبارة عن تعليم صيدلاني مستمر للصيادلة
والطلاب الجداد من الصيادله والمتخرجين الجداد والصيادله القدماء اللي صار لهم فتره، فكله عباره عن برنامج تعليم مستمر رح يكون بالتنسيق ووضعه بيننا وبين الشركه وبين اساتذه، رح تكون عباره عن ورشات عمل تطوير مهاراتهم، مهارات دعايه، مهارات تسويق، مهارات صناعيه بالصناعة الدوائية، مهارات بتفيدهم بالنسبة للطلاب الجداد، بتفيدهم كيف مهارات يفوتوا على المجتمع. يعني احنا دائما في عنا هو بين انه واحد يتخرج جديد بيطلع بيتفاجأ انه الشغل شيء والدراسة النظرية شيء والعملي شيء، فنحن هذه اللي عم نحاول دائما انه نربط المجتمع بالجامعة والجامعة بالمجتمع، ان كان للصيادلة الجداد المتخرجين وان كان للصيادلة القدماء اللي صار لهم 20 سنة متخرجين، كمان نربطهم بالجامعة وبالعلم مشان نعطيهم كل شيء صار تطور جديد بالحياة. نعم. فهي هذا هو المبدأ، يعني الثمرة اللي نحن بنزرعها مشان ان شاء الله بيحظوها الكل بكل فروعها بكل صيادلة سوريا، وهذا كله مشان بلدنا للعلم وللتقدم إن شاء الله. دكتور إيهاب، يعني الهدف هو الارتقاء بالواقع الدوائي والصيدلاني، وبنعرف أنه في كتير من المواد العشبية وأيضا التركيبات الدوائية اللي ممكن تصير بسوريا، وكان في كتير من المعامل لتصنيع الدواء المحلي بسوريا، خبرنا كيف رح يتم هالشيء؟ هلأ بصراحة نحن مثل ما حكينا، نحن هلأ كل الناس عم تتطلع أنه نحن هلأ في مرحلة إن شاء الله إعادة إعمار سوريا، وأهم شيء بإعادة الإعمار هو إعادة إعمار الإنسان. فنحن هذه الفكرة الأساسية كانت أنه نحن نحو ريادة صيدلانية متميزة. نعم. الفكرة كتير أساسية، ركزنا على موضوع أنه لازم الصيدلاني يرجع ياخد دوره الريادي من أول وجديد بكل المناحي حقيقة، بس نحن حطينا البرنامج التدريبي. البرنامج التدريبي بيغطي مثل ما حكى الدكتور طلال نواحي علمية واجتماعية وحتى على المستوى المهني. للأسف ما كان للصيادلة لهم مثل ما بيقولوا توجهات خلال الفترة الماضية بتقدر تعطيهم هذا الشيء، وخاصة احنا المجتمع الطبي مجتمع دائما مثقل بشغل الطويل جدا، المرضى الكذا ما بيعطي، ما بيكون عندهم شيء مميز وداعم بالنسبة لهم. الشغلة الثانية مثل تفضلتي حضرتك، هي كنا حاطينها من الشغلات الأساسية، صار هلا نحن عندنا الطب البديل وحتى موضوع التغذية. نحن كثير من الصيادلة بيجوا مثلا مرضى عند الصيادلة وبيعرف دكتور طلال بنسأل عن شغلات حتى غير الدواء، انه مثلا هذا الفيتامين هذا الشيء شو التغذيه اللي لازم اخذها. نحن ما كثير يعني عم يتم تسليط هذا الموضوع حتى بكورسات خاصه لسالي، نحن حاطينا بهذا الشيء. فنحن الموضوع اللي يجينا عليه انه لا، نحن عم نشوف صيدلاني متكامل من كل النواحي، ان كان مثل ما قال التسويقيه والعلميه والاجتماعيه وحتى على المستوى المهني، وعملنا هاي مثل ما بيقولوا الشغله الرياديه اللي عم نشتغل عليها. يعني دكتور طلال هذا الموضوع له كتير أهمية، وخصوصا كل ما مثل ما حكى دكتور إيهاب، يعني الصيدلاني بمجتمعنا بيعتبرون دكتور مختص بكل شيء، يعني بيدخل أوقات المريض على الصيدلية قبل ما يدخل على العيادة إنه دكتور شو أخذ دكتور شو أعمل. صح له إيجابيات وسلبيات هذا الشيء، بس بالنهاية هو عليه مسؤولية كتير كبيرة. أهم المواضيع اللي رح يتم تدريب عليها مجموعة الصيادلة اللي هلا عم يخضعوا لهذا الموضوع. طبعا هلا طبعا هو نحن بنقول الصيدلي هو صيدلي شيء والطبيب شيء، ما بنقول نص طبيب، يعني هو كل يعني واحد له اختصاصه. تمام. بس مجتمعنا هيك مجتمعنا، وخاصه هو ليش صارت، لانه نحن بكل ريف من كل منطقه ريفيه موجود طبيب، موجود اسف صيدلي. يعني في كتير مناطق نحن عم نحكي بعيده ما كان فيها موجود مستوصفات او اطباء، بس موجود فيها صيدلي. فلذلك كان عم يسد مقام الباقي بعدم وجوده. هلا نحن الفكره اللي كان كل التدريب اللي فيها هو عباره نحن نطور المهارات عندهم، ان كان مهارات بالتسويق، اذا صيادله جديده متخرجين شو بدهم يشتغلوا، شو بدهم يعملوا، الافق تبعهم، انه انا مو بس انا تخرج صيدله، في كتير افق انه انا ممكن اشتغل. يعني مو بس انا افتح صيدليه، في كتير مجالات عمل للصيادله، في مجالات اختصاصات. هو هي اهم فكره. الفكره الثانيه انه انا اذا بدي اشتغل بالتسويق الدعايه، بدي اشتغل بالدعايه، بدي اشتغل بالصناعه، بدي اشتغل ضمن صيدليه، طب المجتمع، كل هالقصص، فهذا كل واحد له تدريب خاص فيه. حتى بالنسبه للورشوب نعمل كمان بالنسبه للصيادله القدماء بدنا نساوي له كمان كل شيء تطور، يعني شوف صار حديث ادويه حديثه،
معالجات حديثة، كله كل شيء صار حديث بالعالم نرجع نعطيهم إياه. فلذلك رح تكون المشكلة ما بنحسن نختصرها كتير. ليش؟ لأنه في عنا شيء للمتخرجين الجداد وفي عنا شيء للصيادلة، لما في ذلك القصة بدها وقت أكتر، فنحن بس بشكل مختصر عم نحكي. دكتور إيهاب، يعني كان في عقوبات مفروضة وما زالت على القطاع الصحي وخاصة القطاع الدوائي، كتير من الأدوية انفقدت بالسوق وكان كنتوا تلاقوا بدائل لإلها، لكن هل صار في حل لهذا الموضوع؟ خاصة أنه نحن هلأ الحمد لله صارت الأمور أفضل، وخاصة كمان أنه الأسعار الدوائية كمان صارت غالية بالنسبة للعائلة، فهل في حلول معينة لهذا الموضوع؟ لا بصراحة، قبل ما أجاوب على هذا السؤال أنا بدي أحكي كلمة حقيقة، كلمة شكر وتقدير لجهتين عنا في سوريا، اللي هي وزارة الصحة ونقابة صيادلة سوريا، اللي حقيقة كانوا عليهم ثقل كبير جدا في مرحلة الأزمة. مثل ما تفضلتي حضرتك، كان عنا نحن عقوبات شديدة اللهجة، طبعا دائما العقوبات بيقول لك انه بعيد عن الدواء والغذاء، ولكن هذا الحكي غير صحيح. وكان في كتير صعوبات بصراحه لسوريا، وانا عن جد احيي معاملنا، وفي نحن نسبه كتير من معامل انضربت عنا في سوريا صحيح. بس قدرنا الحمد لله، اول شيء بايمان الناس الموجوده، عنا يعني كوادر رائعه جدا، قدرنا مثل ما بيقولوا مرت الازمه مثل ما بيقولوا بمراحل صعبه جدا، بدعم من الاشخاص، بايمان القياده بالنسبه للقصه هي كلها، فتزافرت الجهود لحتى يعني لحتى نقدر نحن نعطي حلول. وزارة الصحة أعطت حلول كتير رائعة بشكل سريع جدا، لحتى المعامل اللي موجودة لسا غطت احتياجات المعامل الثانية اللي انضربت، فهي شغلة كتير مهمة. هلا بالنسبة لنا الحمد لله شوي شوي، هلا عم تقريبا الدكتور محمود الحسن نقيب صيادلة سوريا حكى بالاجتماع اللي صار بتوقيع الاتفاقية، انه هلا نحن بشهر الثامن صرنا نحن عم نقدر نوفر 90% من احتياجاتنا بتصنيع محلي، وهذا الشيء الحمد لله. يعني احنا ما بعرف دكتور طلال قبل قديش كنا نحن قبل الأزمة، احنا كنا 93، فنحن تقريبا رجعنا لأيام مثل ما بيقولوا المجد تبع الصناعة السورية. بالإضافة انه شيء الحلو انه في أدوية جديدة جدا الحمد لله عم تتوفر حتى بسوريا عنا بالنسبة للصناعة الدوائية، ونحن حقيقة بنفتخر بصناعاتنا الدوائية. لهيك كانت الفكرة بدعم الريادة لحتى نكون الأشخاص اللي تدعم هاي الصناعة إن شاء الله بسوريا. يعني هذا الشيء كتير مهم، نحن اليوم عم نسلط الضوء عن شيء يمكن بمس كل مواطن بالذات، وهو صحته وسلامته بالنهاية اللي هي بتهم الكل أكيد. خلينا نحكي عن الواقع اليوم، يمكن مثل ما حكيتوا بالأرقام 93 قبل الأزمة، هلأ 90، يعني هذا رقم كتير مهم. كمان إذا فينا نأخذ معلومات عن واقع الصيدلة حاليا بسوريا. تمام، هلأ هي الصيدلة ليش المهمة؟ لأنه دائما هو الدواء هو بالآخر هو العلاج، والصيدلي هو المسؤول عن تصنيع وبيع الدواء، فلذلك الاتجاه باتجاه الصيادلة والصيدلي بالأول والأخير لتحسين وتطوير الصيادلة، وتحسين كمان ظروفه المعيشية، لأنه الكل عانى. نحن بالنسبة للدواء يعني ما بظن في دولة واجهت اللي واجهناه وما زال الدواء موجود فيه صناعة محلية بالسعر وبوجود الدواء. طبعا هذا تضافر كل الجهات المعنية من وزارات، من وزارة صحة، من نقابات، من كل أشخاص المعنيين، وهذا فعلا أنه نحن عمليا صحيح كان في عنا ممكن ينقطع خلال الأزمة زمر دوائية، ممكن يكون أصناف دوائية وليس زمر. يعني أنا مثلا دواء له 4-5 أسماء تجارية يمكن ينفقد دواء، ينفقد 3 يصفى 1، فلسه يضل عم يخدم. هذا هي القصة خلصة منها. هلأ الشغلة المنيحة اللي صارت كمان عنا، بلشنا قبل الأزمة كان عنا معامل أدوية سرطان، يعني إحنا دائما كنا نستور السيراد، كان يبلشوا بتأسيس المعامل، وقفت. هلأ الحمد لله أنا على ما أظن بنهاية السنة هاي أو أول السنة الجاية رح يكون أول معمل سرطاني موجود في سوريا، هو رح يبلش إنتاجه، مو ترخيصه، رح يبلش إنتاجه بالسوق. فهذا كتير شغلة يعني ما موجود لسه بالشرق الأوسط. نحن بالنسبة للدول العربية لسه ما حدا عنده أدوية سرطانية. بالنسبة تانية كمان في عنا معامل 18 معمل جديد تأسس خلال الأزمة، هي شغلة يعني ما في بلد بظن فيها بتكون موجودة، إنه أنت عندك أزمة وعندك
حرب وعندك كذا، وفي معامل لساعتها عم تأسس وعم تنزل دواء. فلذلك هالمعامل كمان غطت النقص اللي كان حاصل من أدوية هرمونية، من أدوية ضغط، أدوية مشكلة. فهذا كله كان نتيجة عمل الكل، وطبعا الكل كله هو بالأخير لصالح المواطن والمريض والشعب السوري. فنحن كلنا إيد واحدة لحتى نطور هالصناعة ونصل للمستوى اللي كنا واصينه قبل. كنا حتى واصين 58 دولة نحن كنا نصدر. يعني القصة ما الدواء كان عنا ركيزة اقتصادية كبيرة، فهي نحن حاولنا نرجعها ورجعت. ومع العلم انه نحن دوانا فعال آمن وسعر مناسب، يعني نحن الى الان ارخص سعر بين الدول المجاورة كلها. فهي كمان هلا ممكن يكون حسب دخل المواطن نقول انه دواء مرتفع سعره، ولكن عمليا هو نتيجة الظروف وتضخم المالية اللي صار الدواء رخيص ماله غالي. نعم. دكتور إيهاب، خلينا نحكي عن المجالات اللي حتدربوا عليها الصيادلة من خلال كمان هي خلينا نقول تبادل الخبرات بين الجيل القديم والجيل الجديد. تماما. نحن بس حطينا البرنامج التدريبي وتناقشنا مع أعضاء النقابة الكرام، حكينا إنه إحنا نعمل مستويات مراحل مثل ما بيقولوا. فكرنا طبعا أول شيء إحنا إن شاء الله 2/9 رح نبلش أول تدريب بكل سوريا، رح نكون إن شاء الله في مدينة حمص. فالفكرة الأساسية بلشنا نقلنا إنه نحن وين بدنا نبلش. فكتير ناس بالأزمة، ودائما كنا نطلع على التلفزيون نقول إنه في ناس ما نعرفان شو بدها تعمل. فنحن قلنا إنه لازم المرحلة الأولى إنه نحطهم على السكة. فلهيك حكينا عنا ثلاث ورشات هلا أوجد طريقة كالسحري. الورشة الثانية اسمها الإيمان بقدراتك. المرحلة الثالثة اسمها القيادة للريادة. نجي للمرحلة الثانية، هي بقى تعميق الإثراء المهارات الأساسية بالنسبة له. فهي المرحلة الثانية اللي هي رح تاخد مثل ما بيقولوا الانترفيوز، سي في سكيلز، البرزنتيشن سكيلز، هالقصص هي كلها تقريبا شيء خمس ورشات تدريبية. الورشة الثالثة بكون هلا نحن هيئنا مثل ما بيقولوا الشخص الصيدلاني، عمقنا له مثل ما بيقولوا إيمانه بقدراته، صار لازم ياخد شيء اسمه الإكسترا مايك كومبتنسي اللي هي المهارات الإضافية المهمة. مثل ما حكى الدكتور تفضل، قال انه على شغلات لها علاقه بالصناعه الدوائيه الجديده، شغلات لها علاقه بالتسويق الصيدلاني، وشيء لها علاقه بشغلات اللي احنا بنسال اليوم ما درسناها مثل النيوتريشن او التغذيه. اخر شيء حقيقه عملنا المرحله الرابعه هي اسمها اترك ارثا. نحن صيادله رياديين، فلازم نترك ارث. رح نوصل بهي ترك الارث انه شغلات متقدمه. واخر شيء رح نعمل لاول مره في سوريا، ومثل ما بتعرفوا حضراتكم في شيء اسمه التد العالمي، رح نعمل تد للصيادله. حلو. فهذا رح يكون في بروجكت، يعني نحن مو بس عم نعطيهم القاء، رح نعطي بروجكت يشتغلي عليه الصيادله. رح نعمل شيء اخر شيء كاخر حفله هي انه نعمل تد. فهي الشيء الاساسي رح نوصله ان شاء الله. نعم. اكيد موفقين، وبنتمنى دائما التوفيق لكم بكل ابتكار. وهي التشاركيه اللي كثير مهمه، هي خطوه ما لنا غريبه على القطاع الصحي بتبادل الخبرات واستحداث كل ما هو جديد بهذا المجال. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم. شكرا لكم، وان شاء الله موفقين. شكرا كثير. شكرا. اما هلا زينب، صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار للاطلاع على اخر المستجدات على الساحه السياسيه العربية والمحلية والسورية مع الزميلة مع الزميل رائف مرعي. يسعد صباحك رائف. يسعد صباحكم زملائنا باستوديو صباحنا غير، والآن موجز لأهم الأنباء. موجز لأهم الأنباء أقرأه عليكم أنا رائف مرعي. سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على مساحات جديدة على محور قبر الشيخ حسين وأم مرزخ في تلول الصفا بالريف الشرقي لمحافظة السويداء، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابي تنظيم داعش انتهت بإيقاع العديد منهم قتلى ومصابين. مصدر عسكري أفاد بأن وحدات الجيش حققت تقدما على محور تلغانم وقضت على العديد من الإرهابيين، كما ودمرت لهم آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة في محيط خربة الحاوي. جددت روسيا تأكيدها قيام دول غربية ومن الشرق الأوسط بتحقيق مصالحها في المنطقة، وذلك عبر اللجوء لاستفزازات
ينفذها الإرهابيون باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا. وانتقدت الخارجية بشدة البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا، مشيرة إلى أنه من الواضح منذ وقت طويل أن العمليات البشعة المرتكبة في مناطق سورية عدة يقف وراءها تنظيم داعش الإرهابي وجماعة الخوذ البيضاء. قتل العشرات من جنود النظام السعودي في كمين محكم نصبه الجيش اليمني واللجان الشعبية لهم في محافظة الجوف. وأفاد مصدر عسكري بأن الكمين استهدف 3 أطقم كانت تقل جنودا للنظام السعودي في جبهتي خب والشعف بالمحافظة، مؤكدا تدمير الآليات بعبوة ناسفة انفجرت فيهم وأدت إلى مقتل من كان على متنها. قتل شخص وأصيب العشرات بجروح جراء زلزال بقوة 6 درجات ضرب فجر اليوم غرب إيران وأدى إلى هزات جادية في العراق. وقال محافظ كرمانشاه بوشناك بازواند إن ما لا يقل عن 90 شخصا أصيبوا بجروح من جراء الزلزال الذي أسفر أيضا عن سقوط قتيل واحد. وبحسب المحافظ فقد شكلت السلطات خلية لمكلفة بتنسيق عمليات الإنقاذ ووضعت أجهزة الإنقاذ والمراكز الصحية في حالة استنفار. كان هذا هو الخبر الأخير في هذا الموجز، والآن نعود إلى الزملاء في استوديو صباح نغير. تفضلوا زملاء الهواء لكم. شكرا لك رائف من غرفة الأخبار، وأكيد مشاهدينا مستمرين بمحطات صباحنا غير. أكيد مساحتنا الأخيرة سلمى لليوم بلدنا بعيوننا حلوة، تحت العنوان أقيمت الفعالية لليافعين لتأهلوا على مهارات الإلقاء التأثير والإقناع ليقدموا بتاريخ 24 آب العرض التقديمي أمام لجنة التحكيم. أكيد زينب اليوم بصباحنا غير رح يكون معنا الفائز الأول بمسابقة بلدنا بعيوننا حلوة طارق عيد ومنظمة المسابقة رهف تسابحجي الاستشارية الأسرية الاجتماعية. اسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير، رح ابدا مع طارق. يعني طارق، كيف عرفت بهي المسابقة واشتركت فيها؟ اشتركت فيها عن طريق الفيسبوك، وامي حبت تشاركني بهالمسابقة اعرف عن بلد سوريا. اول شيء مبروك طارق. الله يبارك فيك. رهف، خلينا نحكي شوي عن المسابقة وعدد الأطفال أو حتى اليافعين اللي كانوا مشاركين. بداية بلشت المسابقة ب 22 تموز، كانت هي عبارة عن أنه أي حدا بيروح على أي معلم سياحي أو أثري بيحكي عنه بدقيقتين وبصور حاله فيديو خلال هالدقيقتين وبيبعث لنا الفيديوهات. وصلتنا تقريبا حوالي 60 مشاركة ل 12 آب وقفنا استلام الفيديوهات نشرناهم على صفحة المدربة رهف تسابحجي. بعدين اخترنا أفضل 16 متسابق. هدول 16 عملنا لهم دورة تدريبية بالمعهد السياحي التابع لوزارة السياحة. طبعا المسابقة هي برعاية وزارة السياحة مشكورة، كان في دعم كتير حلو منهم كبير. فبعدين عملنا لهم دورة تدريبية هي عبارة عن يومين، كل يوم 5 ساعات، فكان عليهم ضغط كبير. بعدين كان في معنا تقريبا أسبوع من يوم الجمعة ليوم الجمعة، فخلال هذا الأسبوع فهن بلشوا يشتغلوا على العروض التقديمية تبعهم. طبعا العرض التقديمي اللي قدموه بالحفل النهائي هو غير يلي تقدم بالفيديو تبعهم، فسحبوا بالقرعة وطلع لهم معلم أثري أو سياحي، فرجعوا يعملوا البحث والريسيرش من أول وجديد ويشتغلوا عليه. بعدين نظموا العرض التقديمي تبعهم، نظموا العرض الباوربوينت او الفيديو اللي هو بده يكون مشارك معهم مشان كصور او كموسيقى. ويوم الحفل كان يوم الجمعه. اكيد طارق، شو هي المناطق اللي اخترتها قبل العرض التقديمي الاخير؟ الفيديو بالمرحله الاولى عند كيه سليمانيه. تكية سليمانيه، وهيك عرفت عنا قريت عنا او خبر مين خبرك عنا لتكية سليمانيه؟ بابا. طيب احكي لنا شو قدمت بقلب العرض، شو حكيت معلومات بالعرض بالحفل؟ حكيت بالقرعة مثل ما قالت المدربة رهف، بالقرعة طلع لي عن المدرسة العادلية قريت عنها. بدأت عن بالتشويق انه مثل ما بنعرف المدارس رح تفتح ابوابها عن قريب. ارجينا شلون؟ ارجينا شلون هيك كمل.
مثل ما بنعرف المدارس رح تفتح أبواب عن قريب، حدا بيعرف أنه اليوم بالشام في أكثر من 3000 مدرسة، بس تخيلوا قديش كان عددها قبل 800 سنة. الشيء اللي رح حكي عنه اليوم وصف المرة الفرنسي جان سوفاجي بأنه عمل مكتمل متكامل، كتب فيه ابن خالكين كتابه الوفيات، كمان أقام فيه الفيلسوف الكبير ابن خلدون، كانت أول مقالة مشبع اللغة العربية عام 1919 برئاسة محمد كردالي. يوم رح نروح بجولة لمدرسة عريقة هي مدرسة العادلية الكبرى. تقع المدرسة العادلية منطقة العمارة الجوانية بين بابي الفرج والفراديس مقابل المكتبة الظاهرية، تنسب للملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب أخوه الصغير لصلاح الدين. مشروع مذيع طارق، مو بس يعني انه مثلا الاطفال هلا قديه كمان انتم عليكم مسؤوليه، وقديه مهم هي الخطوه حتى يعرفوا بلدهم منيح، المناطق اللي ببلادهم، تاريخ وحضاره، خاصه انه نصف الحرب كانت على سوريا هي حرب على الثقافه والحضاره، فقديه هذا الجيل مهم يعرف تاريخ بلده. هلا طارق كان اصغر مشارك من بين 16 اللي هن تاهلوا، فكان عندنا ال 16 اللي تاهلوا من بين 10 سنين ل 19 سنه، قام كلهم وادوا العرض التقديمي، كان في قدام الجمهور وقدام لجنه التحكيم، فكان الموضوع مو سهل ابدا، انه في منهم تبع اول مره بيقوموا بيحكوا قدام العالم، فعن جد كان الاداء جدا رائع وانا ابهروني يعني انه ما شاء الله عليهم، حسيت حالي كاننا نحن بمسابقه من المسابقات العالميه اللي بتطلع، انه نحن شو اختلفنا عن اي مسابقه بتطلع على اي قناه اخرى بشكل عالمي وعم تنتشر، فكان الاداء تبعهم جدا رائع جدا مميز، عطوا الشيء المطلوب بطريقة مميزة، اشتغلوا على موضوع الإبهار مثل ما قالكم طارق، أنه بالبداية دائما نحن بنعمل مقدمة إبهارية تشويقية، بعدين بنحكي عن المكان، بعدين بنحكي قيمة مضافة والخاتمة. القيمة المضافة كانت شغلة حلوة، أنه كل واحد يحكي شو الشيء اللي بيخلي ممكن نضيفه على هذا المعلم أو هذا المكان لحتى نجذب السياح، فهي كانت شغلة جدا مميزة، وكان العرض طبعا يعني في يعني كان في تفاوت، لكن الكل أدى بشكل جدا رائع، وطارق كان من الأشخاص يلي بهرنا ما شاء الله عليه، يعني طريقة كانت حتى حس الفكاهة تبعه وطريقته وشخصيته وكيف استلم المنصة كلها، ويعني جذب الجمهور بشكل كتير كبير، فهو كان يعني بيستحق بشكل، هو أعلى أخذ أعلى نتيجة من بين المتسابقين البقايا. يعني هو بهاي الفترة القصيرة اللي حكى فيها شوي من العرض اللي قدمه كمان أبهرنا، يعني طارق أكيد هذا الشيء كان بده تدريب فترة طويلة مو بس مع المدربين، أكيد بالبيت كمان كنت عم تتدرب، تحكي لنا عن تدريباتك. دربت بالبيت من وقت ما شنا وقت ما خلصنا الدورة التدريبية يعني تقريبا شي أسبوع. مين كان عم بيساعدك؟ أكيد بابا وماما، أكيد نوجه لهم تحية. هيك شاطر بالعربي. خلينا نحكي كمان شوي عن التعامل مع الأطفال بهي السن، يعني قديه كان في تفاعل بينك وبينهم، طريقة حفظهم وتحضيرهم، الطرق المستخدمة، وهل ستكرر التجربة؟ هلا بداية أنه أنا انبهرت بالأطفال، يعني كانت الأعمار مثل ما قلنا أنه 10 سنين ل 19 سنة، خلال هاي الفترة القصيرة قدموا، كانت الأعمار الصغيرة يعني عندها طريقة حفظ أسرع، طريقة الأداء تبعها كتير رائعة، فهذا الشيء أبهرنا أنه هن الأطفال كانوا أفضل بكتير حتى من الكبار. طبعا الأكبر سنا كمان عملوا عرض تقديمي جدا رائع. هلا من بين المشاركين اللي ربحوا في عنا طارق هو أصغر مشارك اللي أخذ أفضل إقناع، في عنا المشارك الثاني كان عمره 13 سنة، أفضل طريقة أفضل إقناع ضمن الزمن المحدد، كان عز يعني ضمن الزمن كان عندهم بس 3 دقائق إنه هن يحكوا فيها،
والثالث انه افضل عرض تقديمي كان عمله بطريقه مميزه تفاعليه، انه هو قدم انه في مراسل صحفي على اساس انه نحن ببرنامج تلفزيوني وفي قدامه جمهور، وكان في مراسل صحفي، هو كان مراسل صحفي كان عم يحكي على حمام السوق، وراح الحمام وصور، فكان في تفاعل بينه وبين الفيديو، فهي كانت شغلة مميزة. وبعدين كمل العرض، فكمان عطينا يعني شيء مختلف عن انه بس طريقة تقديم. وكان في عنا كمان افضل تصويت للجمهور، كمان كانت اللي اخذته عمره 16 سنة، فكان في عدة اعمار، كان في المنافسة كانت قوية، الشغل اللي اشتغلوه جدا رائع. طبعا وقت قصير اسبوع كانوا دائما يبعثوا لي على الواتس شو عم يشتغلوا شو عم يساووا. والشيء كمان المميز اللي عملناه اضافه انه كل واحد عمل فيديو تعريفي عن حاله، فكان الفيديو تبعه رغم انه التقنيات اللي عندهم يعني على ابلكيشن كانت على الموبايل، وعطونا فيديو تعريفي عن حالهم، فكانت كتير شغله رائعه. يعني رغم انه كانت الوقت قصير، تعلم المهاره بحد ذاته بهذا الوقت صحيح. وبهي السن كثير مهم. طيب طارق، خلينا هيك ممكن تقدم لنا شيء ثاني مثل ما قدمت لنا المدرسه العدليه؟ في شيء مكان محضره؟ بس مثل ما قلت لك هلا الاضافه انا ما قلت لكم اياها. قلنا يعني. هي الاضافه هلا لازم نحكي هالمدرسه، ليه مش ما بنجيب الرسامين؟ ليش ما بنجيب النحاتين؟ ليش ما بنجيب حتى الرسامين اللي يعملوا معارضهم فيها؟ يعني فكرة حلوة. سؤال مهم طارق، هو صار عم يسألنا طارق، طب انت حضرت عروض رفقاتك عجبوك؟ شو المميز بعروض رفقاتك؟ مميز كان في مواضيع حلوة، عرض التقديم اللي بروفر كان حلو. مثلا مثل شو لفت نظرك اكتر شيء؟ انه الواحد يتواجد انه هو بمكان ويصير بمكان تاني عن هواياته اللي هو فيه. يعني اكيد بنتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله تتكرر هي التجربه مع كل الاجيال حتى يقدروا يتعرفوا على تاريخ وحضاره بلدهم. كلمه اخيره لك ولا طارق؟ لا، انا بتمنى كل حدا حابب يشوف الفعاليه فهي موجوده لايف على صفحتي، صفحه المدربه رهف تسابحجي، او حتى يشوف الفيديوهات يلي انعرضت كمان وانتشرت. وبتمنى كثير انه نحن دائما نشتغل على هيك مسابقات، يكون في تغطيه اكبر اعلاميا، يكون في يعني تعطي صدى بشكل اكبر لحتى نجذب عدد كبير من ان كان الاطفال او اليافعين او الشباب، ونشتغل على تطويرهم وننشر دائما انه بلدنا بعيوننا حلوه. طارق شو بتحب تقول؟ بحب اقول اشكر المدرب رهف والمدرب رائد، وطبعا بشكر بابا وماما اللي شجعوني، بشكر كل مين بشوف بلده بعيونه حلوه. برافو، شكرا لك طارق، وشكرا لك. شكرا لوجودكم معنا، موفقين ان شاء الله. سلمى، صباحنا غير اليوم ما وصل لنهايته بمحطاته وضيوفه، ان شاء الله يكون رحلتنا الصباحيه مواضيعنا وصلت لكم كل المتعه والفائده. لمتابعه اعاده الحلقه رح تكون الساعه 1 بالليل عبر هوا الاخباريه السوريه. من اليوم لبكره تبقوا بالف خير، ولرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا شباب، ونهارك سعيد يا سلمى. نهارك سعيد زينب، وحلقتنا لليوم وصلت لاخي تاما. نهار سعيد لجميع مشاهدي الإخبارية السورية، لا تبقوا على اطلاع على آخر المستجدات السياسية والمحلية والعربية، خليكن على متابعة لشاشة الإخبارية السورية. لرجال الله في الميدان كل التحية والسلام، وأكيد تكونوا بانتظار شاشة الإخبارية السورية وشاشات الإعلام الوطني في مساء اليوم وبكرة. صباحنا غير بحلة جديدة، تبقوا بألف خير، وباي باي.